الناس بكري كانوا الجواد قالوا كلام فيه صواب هاك السؤال ثيني الجواب فيه المعنى وفيه الاحكام غير تبع تفهم قعد معانا تقلع الهامة وناس بكري كانوا السلام عليكم مساء الخير عليكم مرحبا بكم صحة رمضانكم صحة فطوركم صحة سحوركم ناس بكري قالوا كل اللي عجبك والبس اللي يعجب الناس يا درا الجزائري واش يعني له هذا المثل الشعبي نروحوا مع بعض ونشوفوا السلام عليكم السلام ورحمة الله شراك خويا لاباس غايا راك مليح الحمد لله حاكمها شويه لا باس ولا خويا يلا نتعرفوا بك قبل ما نبداو بوجفنا ابو بكر من ولايه يار طالب جامعي يدرس الكترونيك في جامعه جيل اليابس الله يبارك وحنا من خلالك نحييو ناس تيار خويا بارك يلا قول لي في تبسه في تبسه تقول الامثله الشعبيه هو بزاف اعطيني مثل شعبي تقوله بزاف في تبسه إيه الامثال بزاف يقول لك سنا نفكر باش نجيب لك حاجه زينه هكا سمحونا دقيقه باش دوك نتفكر لك كاش مثل شعبي ونقول لك عليه يلا اتفكر في غردك اسيدي يقول لك البندير يدور يدور الغربال يدور يدور ويرجع لمولاته يقول لك واحد المثل تاع قديم يقول لك درت ولفيت حول العالم وما لقيتش كي بلاد بلاد كي بلاد الزينه لو كان يخطوك كتاف عمي سالم تصبح تحت رجلين عجينه بارك الله فيك يلا موضوعنا اليوم في حصه كلام سواب للامثال الشعبيه مثل شعبي قالوا هنا الزمان كاين واحد المثل الشعبي يقول كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس تقولوا هذا في تيارت واه نقولوه تقولها شي بانيه منين ذاك اسمه متداول واه متداول تقدر تقول لي الاكسبليكاسيو يعني في رايك انت ناس بكري واش كانوا يقصدوا من خلال هذا المثل الشعبي علاه قالوه الله ما على بال بس اللي عجبك لا اللي يعجب كل اللي يعجبك والبس والبس اللي يعجبك في رايك انت الناس الاولى علاش قالوا هذا المثل الشعبي بون البس اللي يعجبك اونفان اللي يعجب الناس جو بونس كو فوالا واحد كي يلبس غايه يكون عنده هندام منظم ومليح يعجب الناس يدون اون بون ابريسيون ابري كل اللي يعجبك في توا بليزير انت واش تحب تاكل ماشي اللي يحبوا الناس قاش كي تاكل حاجه اللي تعجبك انت كما نقولوا كاش على بالك بها انت على بالك بها فاهم الشعب تاعنا ولا يمد غير المظهر ولكن داخليا ما كان والو قالوا بالك الناس ما عندهمش ولا فقر ولا قالوا لهم هذا المثل تاع البس كل شيء يعجبك والبس وش يعجب الناس خاطش برا الناس هي اللي تشوف فيك والداخل في الماكله ما كانش اللي راه على بالو بيك واش راك تاكل ولا ماكش تاكل ولا كل شيء يعجبك والبس وش يعجب الناس ليه المثل هذا يقول لك صافي فوتي على عدوك لابس وما تفوش جيعان صابور مو انا يا جو سوي كونت ناكل اللي يعجبني ونلبس اللي يعجبني لا ماشي هكا كينيا عقلك يدير كاز الله يبارك تنسد قندوس يا كرقلع انت مازال مريح في لاري اي اقعد اقعد سيادي قاعد قرا وانت كملتها مانوفري انا اللي كملتها مانوفري انا راجل شوف انت اللي كيسبع جو الله يبارك طول وعروضيه تقول بورطاي ولابس البلوزه تاع عمك طايت فيها عرس ولا واه الناس الاولى يقول لك كل اللي يعجبك ولبس اللي يعجب الناس وقتاش تكون متحتمه عليك تلبس واش يعجب الناس المناسبات كاين المهنه تفرض عليك اللبسه كاين بزاف صوالح يفرضوا عليك شتلبس ندير حاجه كيما قلت
اللي تعجب ثاني الناس ماشي غير تعجبني غير انا فاهم باه توجور تقعد معترف بالتواضع ما تعرف بامور الناس تشوف فيك حاجه زينه ما تشوفك طايح وما تبش زعما بلي حاجه كاع كبيره باه نقول لك اودي صاي هذا راه راه لاوتر ايه واش نقول لك هي نورمالمون تبع نفسك بصح في الوقت الحالي لازم تبدل لازم تمشى كيما الوقت اللي راه تمشوا فيه الله يسهل المهم تعجبني انا مي نو جو بونس كل واحد يكون لابس مليح ما يلبسش كما كلوش عقب الله هذه يدون اون بون امبرسيون الناس تحترمو تمد له اون استيماسيون بعدا يلي احنا مازال نقولوا بلي مازال باقي الخير في الجزائر ونتمنى الخير ومن خلالك ان شاء الله ومن خلالك نحييه وناس بس ونقول لك بارك الله فيك شكرا لا استطيع احتلال الشعب يقول لك كل واش يعجبك والبس واش يعجب الناس بصح اليوم رانا نلبسو وناكلو واش يعجبهم هما لا شو اللوك تاعك تاع في اللبسه نعرف بس جين نكره كلاسيك شوية حاجة عادي حاجة عادية ما هوش تفاخر كبير ما هوش حاجة عادية خلاص سي نورمال سيب عادي خاصك تعجب روحك تعجب الناس درك كان ما زعما ما كانش حاجة اللي ما تعجبش الناس بالك لو كان ندير هذيك المنقوش بالك كون نلبس صوالح ما بش ملاح ما يعجبوش الناس ما دابيا الناس يحوسوا يلبسوا كاع كيفي انا الوقت اللي كنت في الصغر يعني تاع الشباب واش كان يعجبك اللبسه غير تاع الويسترن كنت نلبس غير الويسترن انا نخيط روحي اي بيان سور كل واحد حر واش يلبس جو بونس هذه هي عاد السلام عليكم الو ديال الانسبكتور على باري او ديال الانسبكتور الطاهر مي الو زعما مستكلف بلي زافيرات تاع الكتيلات شركه لي مينور الفوربيات الكلاكيتا تاع ودز لي كرونوميك تاع كلش مي الو زعما كريت تحل حكمه وتعجبتني الو زي يقول لك كل اللي يعجبك مي الو تلبس اللي يعجب الناس نو ديال اليوم حنا او تشونجيناها مي الو زرانا ناكلوا الماكله اللي تجينا من اوروب الو زين نلبسوا حل لبسه وتجينا من جابو مي الو راه زمام التحسينات تاو زرانا نحسنو كيما لي جوار بيسك انت راه تاكل انت راك تذوق انت راك تحس بالطعم ايو كي راك تلبس لبسه الناس راها كي تشوفك تحكم عليك وتلبس العزب الناس كيما نقول الناس تشوفك شاك لابس حاجه ما حاجه اللي تعجب بالغاشي يشوف للناس باللي راني توجور راني مليح راني غايه راني لاباس وامور داخليه توجور داخليه ما كاينش تعرف اش تكاين على كي تكون لابس الناس ما تعرفش اش كاين بكرشك المثل اللي شي يقول لك مزيه الكرش ما جاتش فيترينا كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس نظن باللي المفهوم كان واضح وكانت هذه هي التاويلات تاع الجزائري اما انا ما بقى لي غير نقول لكم بقوا على خير الله يعطيكم الخير